بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، اليوم يا جماعة هنتكلم عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس في السبت الممتاز في الدوري الإنجليزي. المباراة اللي هي اتقامت اليوم السبت الموافق 19/1/2019. طبعا الجميع شاف المباراة أو معظمنا شفنا المباراة، لكن احنا مش هنتكلم عن المباراة اللي اتشافت في التلفزيون، هنتكلم عن كواليس أثناء المباراة وقبل المباراة ومن بعد المباراة وأسرار ومعلومات طبعا الجميع ما يعرفهاش، لكن معانا في قناتنا كنوز من المعرفة هتعرف كل شيء بالتفصيل. زي ما انتم شايفين كده المباراة انتهت 4-3. طبعا الأهداف محمد صلاح في الدقيقة 46 والدقيقة 75، والهدف الثالث روبرتو فيرمينيو 53، وساديو ماني في الدقيقة 93. وأهداف كريستال بالاس الهدف في الدقيقة 34 أندروس تاوسند وجيمس توانكاد وماكس ماير في الدقيقة 95. في كارت احمر وحيد كان صاحب ليفربول جيمس ميلنر في الدقيقه 89. هنشوف بقى معلومات مهمه جدا مجريات المباراه. طبعا زي ما انتم شايفين كده بعض الصور من المباراه، انفعال كلوب بعد الاهداف اللي كانت بتيجي. طبعا كان احنا عارفين ان كان ليفربول كان خسران 1-0 في الشوط الاولاني. المباراة انتهت طبعا 4-3. ماكس ماير كريستال بالاس، تبديلات، دخول رافائيل كاماتشو ليفربول وخروج محمد صلاح ليفربول. هدف دقيقة 93 بتاع ساديو ماني ليفربول، 4-2 كريستال بالاس. ساديو ماني بطاقة حمراء لجيمس ميلنر، تبديل لاعبين، دخول ادم لالانا وليفربول وخروج فابينيو، بطاقة صفراء للاعب كريستال بالاس جيمس ميلنر، بطاقة حمراء لجيمس ميلنر، تبديل، دخول ماكس ماير وخروج جيمس ماكمون. زي ما انتم شايفين طبعا دي صور من ايه من المباراة والأهداف. طبعا الهدف في الدقيقة 73 ليفربول بتقدم 3-2 كريستال بالاس محمد صلاح، دخول شرديان شاكيري وخروج نبي كايتا. دي بعض اللقطات من المباراة، ده لقطات من المدربين. هدف محمد صلاح، دي صورة لهدف محمد صلاح. طبعا دي كلها لقطات من المباراة. طبعا دي الأهداف كانت في بداية المباراة، دي واحد لكريستال بالاس. نجوم المباراة طبعا حقائق على المباراة ما قبل المباراة. فاز ليفربول 5 مرات في آخر 6 مباريات لعبها أمام كريستال بالاس في الدوري الممتاز، متضمنة كل من آخر. فاز كريستال بالاس 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها في ضيافة ليفربول في الدوري الممتاز، لكنه خسر في آخر زيارة له في أغسطس 2017. طبعا ليفربول دي كل دي الاحداث قبل المباراه. لم يخسر ليفربول في ايه في اخر 31 مباراه لعبها على ارضه في الدوري الممتاز. اخر مره حقق سلسله اطول في دوري القمه كانت في بين 78 1978 و 1980 63. لم يتلقى ليفربول اكثر من هدف واحد في اخر 16 مباراه لعبها على ارضه في الدوري الممتاز، محافظا على نظافه شباكه 12 مره. زي ما انتم شايفين كده دي معلومات عن المباراة. تعالوا بقى نشوف تشكيلة الفريقين
اللي لعبوا النهارده. ادي ليفربول زي ما شايفين هنا، اليسون رباعي خط الظهر، اندرو روبرتسون، فيرجيل فان ديك، جان ماتيب، جيم ميلنر 7، خط النص مكون من فابينيو 3، هندرسون، ثلاثي الهجوم، ثلاثي اللي هو تحت راس الحربة نبي كايتا وروبرت فورمينيو وساديو ماني، وراس الحربة محمد صلاح. ده طبعا تشكيلة فريق كريستال بالاس. البدلاء اللي هم قبل المباراة اهو، البدلاء دانيال ستوريج سكوت، ده بدلاء ليفربول زي ما شايفين كده، وده بدلاء كريستال بالاس. المدرب هنا يورجن كلوب هيدسون. طيب تعالوا بقى نشوف الاحصائيات. طبعا مهم اول الاحصائيات اللي هي بعد المباراة، احصائيات الفريقين. ده اللي على اليمين ليفربول، تسديدات 19 تسديدة كريستال بالاس 9، التسديد على المرمى 9 لليفربول، تسديد على المرمى 3 لكريستال بالاس، الاستحواذ 71% هنا 29% لكريستال بالاس، التمريرات في المباراة 734 تمريرة هنا 308، دقة التمرير لليفربول 86% هنا 69%، الأخطاء 6 على ليفربول 8 على كريستال بالاس، البطاقات الصفراء ليفربول مفيش هنا 1، البطاقات الحمراء 1 لليفربول هنا مفيش، حالات التسلل مرة واحدة على ليفربول 3 على كريستال بالاس، الضربات الركنية 8 لليفربول 3. المستويات بقى، الترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم، هنا زي ما انتم شايفين كده ليفربول الاول عنده 60، طبعا لعب 23 مباراة. المان سيتي هنا بالنسبة، المان سيتي الثاني لعب 22 مباراة، لسه له مباراة هيلعبها بكرة 53. توتنهام برضو لسه هيلعب بكرة 48. تشيلسي خسر النهاردة من ارسنال ماشي 2-0 47 و44. مان يونايتد يعني دول اللي لعبوا النهارده 23. ادي الترتيب، اخر فريق اللي هو هيدرسفيلد 11 نقطة. طبعا الدوري الانجليزي زي ما احنا عارفين 20 فريق ماشي، ده الترتيب اهوت يا جماعة. تعالوا بقى نشوف بقى ايه، دي الاحصائيات. الاخبار، اخر الاخبار بقى، محمد صلاح يقود ليفربول للحفاظ على صدارة البريمليج بفوز صعب على كريستال بالاس. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لفوز درامي على كريستال بالاس 4-3. 7 ارقام حققها محمد صلاح بعد هدفي في مرمى كريستال بالاس. تعالوا بقى نشوف الارقام اللي حققها محمد صلاح. سبع ارقام حققها محمد صلاح بعد هدفي في مرمى كريستال بالاس. تعالوا بقى نشوف ايه هي الارقام اللي حققها محمد صلاح. الارقام اللي حققها محمد صلاح النهارده في مباراته، اول حاجه صلاح وصل لرقم الهدف 50 في الدوري الانجليزي الممتاز، مسجلا 48 مع ليفربول وثنائية مع تشيلسي أمام ستوك سيتي وأرسنال. تاني، ثنائية صلاح تجعله يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدف بفارق هدفين عن أقرب منافسيه أوبومانج وهاري كينج. تالت حاجة، كريستال بالاس يتذوق مرارة أهداف صلاح للمرة التالتة خلال 6 مواجهات أمامه في الدوري الإنجليزي. صلاح أول لاعب عربي من أفريقيا يصل للخمسين هدف في الدوري الإنجليزي ممتاز. صلاح أصبح ثامن أفريقي يصل للهدف رقم 50 في الصدارة ديدييه دروجبا برصيد 104 هدف. صلاح رابع أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي متساويا مع فرناندو توريس
خلال 72 مباراة بعد فان نيستلروي وألان شيرر واندي كول. سابع حاجة، صلاح أول لاعب يصل للهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعني أول لاعب يصل للهدف رقم 16، مش 15، 16 طبعا. ماشي، شوفوا بقى المدرب بتاع ليفربول قال ايه بعد المباراة على محمد صلاح. يورجن كلوب قال صلاح لاعب عالمي، وتعودنا على انه يساهم دايما في كل فوز لفريق ليفربول في المباريات الصعبة. طبعا هنا قال المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ان النجم المصري محمد صلاح هداف ريدز هذا الموسم في البريمير ليج. صلاح قاد ليفربول للفوز على كريستال بالاس برباعية مقابل ثلاثة بعد ما سجل ثنائية كانت حاسمة في تحقيق ريدز بثلاث نقاط صعبة. وصراحة كلوب لشبكة بي بي سي البريطانية النتيجة رائعة، كانت هناك 60 دقيقة مجنونة، أنا فخور بلاعبين حقا، حدثت بعض الأشياء التي لم نكن بحاجة إليها لكننا استطعنا أن نعود سريعا. وأشاد بالدوري المصري محمد صلاح قائلا مساهمته في الفوز اعتدنا عليها أنه عالمي، ببساطة هو لاعب على مستوى عالمي. ليفربول يحتل المركز الأول في البريمير بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب غدا أمام هيدرسفيلد. طبعا كلوب قال الحظ كان معنا في هدف صلاح الثاني، وهذا ما قلته اللاعبين بين الشوطين. 7 أرقام حققها محمد صلاح. محمد صلاح قال كنا ندرك صعوبة المباراة أمام كريستال بالاس واستحقينا الفوز. حصل اللاعب المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي انتهت بفوز الريدز برباعية مقابل 3 أهداف. صلاح استطاع خلال هذه المباراة أن يسجل ثنائية للريدز ويقود الفريق للفوز الثاني على التوالي بعد الخسارة من مانشستر سيتي. الدوري المصري سجل الهدف فريقه الأول والثالث، واستطاع أن يصل للهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز. وحصل صلاح على 58% من أصوات الجماهير، بينما جاء ثنائي ثانيا هندرسون بنسبة 20، وثالثا فابينيو ب16، وأخيرا ساديو مانو ب6%. محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدف بفارق هدفين عن أقرب منافسيه أوباميانج وهاري كين. محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي البريمليج برصيد 16 هدف بفارق هدفين عن أقرب منافسيه هاري كين وأوباميانج، ويهدد عرش ميسي في الدوريات الأوروبية. ميسي أحرز 17 مباراة في الدوريات الدوري الأسباني، ومحمد صلاح أحرز 16 هدف، يعني الفرق بينهم الاثنين هدفين فقط بس، وبكده صلاح بيقترب من ميسي بفارق هدف واحد. تصدر النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب هداف البريمير ليج برصيد 16 هدف. طبعا الخبر ده كان لسه بعد الهدف الاولاني، لكن صلاح سجل الهدف الثاني برصيد 16 هدف، وذلك بعد ان افتتح اهداف فريقه ليفربول امام كريستال بالاس في المباراه اللي استضافت ملعب انفيلد في الجوله 23 في البريمير ليج. تفوق صلاح البالغ من العمر 26 عام على كل من نجم توتنهام هوتسبير هاري كين ونجم ارسنال بير إيميرك أوباميانج البالغ رصيدهما 14 هدف. ميسي ليس أفضلهم، وصلاح ورونالدو وليس بينهم أفضل 10 هدافين بمعدل الأهداف. يعتبر صلاح هو ثاني لاعب في الدوريات الخمس الكبرى بيسجل 16 هدف، مش 15، 16 هدف وأكثر أو أكثر خلال هذا الموسم. اللاعب الوحيد من الدوريات الكبرى الذي أحرز أهدافا أكثر من محمد صلاح هذا الموسم هو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي أحرز 17 هدف. يشار إلى أن صلاح ساهم مع ليفربول في 64 هدفا في 59 مباراة، يعني هنا لا 65 هدفا بقى في 59 مباراة في البريمير ليج من ظهوره الأول في أغسطس من عام 2017، حيث أحرز 47 وصنع 17. ماشي يا جماعة، وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، ودي معلومات عن مباراة كريستال بالاس وليفربول، ومعلومات مهمة عن محمد صلاح فخر العرب.
اللاعب المصري، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.